السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. موضوعنا هو موضوع كيف تستنصر الله تبارك وتعالى وتطلب منه النصر، أن ينصرك على عدوك من الأبالسة والشياطين، وينصرك على عدوك من الإنس الذي يسحرك أو يحسدك أو يصيبك بالعين، وينصرك عليه بدون أن تشعر بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك أخي المبارك، إذا أردت أن ينصرك الله تبارك وتعالى على عدوك من الشياطين ومن الجن ومن الأبالسة، فاحرص بإذن الله تبارك وتعالى أن تقرأ سورة النصر وتداوم عليها، فإنها مباركة بإذن الله تبارك وتعالى. داوم عليها في كل جلسة، إما 20 دقيقة في كل جلسة، أو تدوم عليها 33 مرة بتدبر وخشوع في كل جلسة، وتكرر هذه الآية الموجودة في سورة البقرة 250، يقول الله عز وجل فيها: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. فكررها بإذن الله تبارك وتعالى، وذكر هؤلاء الشياطين بأنهم سيقتلون كما قتل داود جالوت. فجالوت كان من العمالقة، كان يعني من الملوك العمالقة الذين كانوا من البشر، فكيف لا يقهروا الجن الذين هم أقل شأنا وأضعف من العمالقة. لذلك فالله تبارك وتعالى الذي نصر عبده داود هو الذي سينصرك على هذا الشيطان الخبيث، أو على هذا الملك من الجن، أو على هذا العفريت، أو هذه الشيطان الخبيث التي تؤذيه. فالله تبارك وتعالى الذي نصر داود عليه السلام هو الذي سينصرك نصر مؤزر إذا صبرت واحتسبت الألام على الله عز وجل، وقرأت القرآن بتدبر وخشوع، وتطلب من الله تبارك وتعالى الشفاء والنصر المبين. واقرأ، إما أن تقرأ سورة النصر 33 مرة، ثم تكرر هذه الآية بإذن الله تبارك وتعالى لمدة 20 دقيقة أخرى، أو تقرأ آية سورة النصر لمدة 20 دقيقة وتقرأ كذلك هذه الآية مثلا 20 دقيقة، أو تقرأ 33 ثم قرأ هذه الآية 20 دقيقة، أو مثلا تقرأ آية سورة النصر نصف ساعة وتقرأ هذه الآية كذلك نصف ساعة، لتخلق اللي تقوم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بحصة فيها ساعة النصر بإذن الله تبارك وتعالى، وقرأها وداوم عليها يوميا، سوف تجد نتيجة في أسبوع أو في أقل أو في أكثر من ذلك. ولكن اصبر، فإن الله تبارك وتعالى سينصرك على قدر إيمانك ويقينك بالله وتوكلك عليه. وكذلك حتى الشياطين الأبالسة، كلما كنت تقيا نقيا، كلما كنت متوكلا على الله خائفا من الله تبارك وتعالى، كلما خافت منك وخافت من استجابة الدعاء الله لك، وسيخافون من هذا الدعاء أن يستجاب، وقد يخرجون أذلة وهم صاغرون. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقيقها، يا رب العالمين.